دشنت أمانة الرياض وأيضا وزارة العدل أيضا الرابط الإلكتروني بين الجهتين، حيث زودت وزارة العدل أمانة الرياض ببيانات جميع المرافق في مخططات المنح لتتولى الوزارة مراجعتها وترقيمها، وبيساهم هذا التعاون في تخفيف العبء على المستفيدين من خدمات وزارة العدل والأمانة من خلال تسهيل عملية إصدار وتعديل الصكوك مع الالتزام بجودة المخرجات والنتائج، كما سيفتح المجال لتعاون الوزارة مع الأمانات في المناطق الأخرى، وتشمل هذه الخدمة تعديل الصكوك الملكية كرقم المخطط ومسمى الحي وتعديل الحدود والمساحة والتقرير المساحي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن بيانات الصكوك. الحديث عن هالخطوة اللي يعتبرها كثير من الناس خصوصا العقاريين اللي هالفترة عندهم مشاكل في العقار، ينضم لي عبر الهاتف من دبي المهندس عواض العتيبي، مدير عام تقنية المعلومات والخدمة الإلكترونية في أمانة منطقة الرياض. أهلا مهندس عواض. حياك الله أخوي عبد الله. أنا ودي أفهم هالربط هذا، أنتوا ربطتوا أنتوا وزارة العدل، وش بيستفيد المواطن من هذا الربط؟ خلينا نحط الماحل هالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في البداية شكر لك ولقناة الإخبارية على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على ما تم من ربط إلكتروني بين الأمانة وبين وزارة العدل. سألتني سؤال، ماذا سيستفيد المواطن من هذا الربط؟ في الحقيقة المواطن بإذن الله سيكون له فائدة من ناحيتين. الأولى إمكانية قيامه بتقديم طلب تعديل بيانات الصكوك من خلال الخدمة الإلكترونية على بوابة الأمانة وإرفاق الوثائق المطلوبة دون الحاجة للحضور أثناء تقديم الطلب. أيوة. الفائدة الثانية أن الطلب الذي تقدم به المواطن سواء من خلال بوابة أو من خلال كتابة العدل سينتقل بشكل إلكتروني بين الأمانة ووزارة العدل دون الحاجة للمخاطبات اليدوية، وبذلك بإذن الله سيكون الإجراء أسهل وأسرع وأدق، والمعلومة ستكون واضحة وسلسة بين الجهتين. العقاريين بينبسطون من هالربط ها؟ والله ان شاء الله هنستفيد كله احنا. لا بس الفترة هذه هم محتاجين كثير هالخدمات صراحة، لأنه من أول كان في يعني لت وعجن في هالموضوع طويل بين الجهتين، ولا لا؟ صحيح، كانت المخاطبات اليدوية تاخذ مدة طويلة. صحيح. مجرد عشان الحصول على معلومة بسيطة تاخذ فترة، مرات تاخذ شهر أو أكثر. الآن لا، بعضها بشكل لحظي. اي يعني كم ممكن الوقت اللي تستغرق المعاملة الآن؟ أول كانت تستغرق أحيانا أسابيع وكذا، الآن كم تستغرق المعاملة اللي تحتاج بين وزارة العدل وبين 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 أمانة الرياض؟ طبعا لو أخذنا معلومة زي مثلا الاستعلام أو عفوا معرفة اسم الحي، إيه الطلب فقط يقدم ينتقل بشكل إلكتروني لحظي بين الأمانة وبين وزارة العدل، يرد عليه في لحظتها، يعني ما يحتاج إني أخذ أكثر من دقائق معدودة. في بعض الطلبات لا، ممكن تحتاج إن الأمانة تسوي قرار للموقع. طبعا هذا ياخذ في البلدية، ممكن على حسب الطلبات اللي في البلدية، وبعدها يرد بشكل إلكتروني دون أي مخاطبات ورقية. بصراحة شيء جيد، الله يجزاكم خير وشكرا جزيلا لك المهندس عواض العتيبي، مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية في أمانة منطقة الرياض. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.